لا تتحولوا لفشار ملون، وتسمى أيضا بذرة المجوهرات الزجاجية. تحمل اسما يعكس روعة حبوبها التي تشبه المجوهرات الزجاجية في ألوانها وجمالها. تعرف أيضا باسم قوس قزح الذرة، نظرا لاحتوائها على حبوب ملونة تشبه الزجاج المنفوخ بألوانها المتعددة. حامد إسماعيل مزارع من حلبجة نجح في زراعة هذا النوع من الذرة، والمعروف أيضا بالذرة الهندية. وعلى الرغم من جمالها الفريد، إلا أنها تستخدم في صناعة الدقيق والفشار، ولا يصلح شواؤها وتناولها بالشكل المتعارف عليه. كما أن الفشار الناتج عن هذه الذرة لا يحمل نفس تنوع الألوان. لنتابع مزيد من التفاصيل حول هذه الذرة الملونة. Allah neler yarattı. Ayşe hala hiç böyle mısır gördün mü? Görmedim kuzum, 60 yaşına girdim, ben böyle mısır görmedim. Renk renk bak. Renk renk, boncuk gibi. Bak kırmızı mısır var. Kırmızı var. Pembe var. Pembe var. Bak şunda yeşil, mavi, yeşil mor. انتشر نوع الذرة الجديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لذلك دعونا نرى بعض الآراء حول هذه الذرة. ونبدأ بزينب التي علقت: إذا تصير طحين يا لون يطلع، والقرصة شنو قوس قزح، لو الشامية كل حب لون، الشغلة تصفن. أما التعليق التالي فقد كان لحكمة التي علقت: ما شاء الله، الله يكثر من أمثاله ويبارك بتعبه، حلو النجاح. أما التعليق الأخير فقد كان لساطع، والذي علق: هو إحنا بشرنا ملونين، كل شوية واحدهم بلون، إنه بيأكل هاي الذرة يطلع مالتي كلر. وأنتم مشاهدينا، هل من الممكن أن تجربوا هذه الذرة الملونة؟